السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. أخذنا بالمحاضرة السابقة البلورا وتعرفنا عليها، تعرفنا على البارايتال بلورا والفيسيلر بلورا، وهاي المحاضرة راح نكمل الموضوع مالنا اللي هو اللانجز. لاحظوا اللانجز الرايت أو الليفت لانج they are conical in shape. conical إيش معنى conical؟ مخروطية الشكل. conical in shape وتكون suspended in its pleural cavity، يعني معلقة بالpleural cavity due to its attachment to the root. هاي structure اللي راح نجيها بعد شوية اللي تدخل وتخرج على اللانج from the hilum نسميها الروت، هاي راح تعلق لي اللانج بالposition مالها بالpleural cavity. now each lung has an apex. this is the apex of the lung. نفس الحالة ينطبق على left lung. this is the apex of the lung. with this apex project into the root of the neck. يعني هاي الأبيكس وين موجودة؟ ما موجودة بالثوراكس. تقريبا 2.5 سنتيمتر. هاي 2.5 سنتيمتر project into the root of the neck. اللي هي هاي تكون covered by cervical pleura. طلاب سألوني على cervical pleura. هاي الجزء من اللانج الأبيكس of the lung اللي project into the root of the neck about 2.5 سنتيمتر. Okay, this is called the apex of the lung and it's covered by the cervical pleura. هاي المذكورة بالمحاضرة السابقة سألوني عليها الطلاب. فاللانج قلنا conical in shape has apex. In addition to the apex, the lung has three surfaces. السيرفيس صار الواضح عندي بالصورة، هذا نسمينه costal surface. أول surface costal surface هذا، وهذا الثاني costal surface. واضح ليش سمينا انه كوستال سيرفيس. كوستال سيرفيس because it faces the ribs and their costal cartilage، فسمونه كوستال سيرفيس. ولاحظوا الشكل ماله شلون يكون convex، محدب convex. اوكي هذا اول سيرفيس. ثاني سيرفيس موجود عندي نسمينه diaphragmatic سيرفيس. هذا السيرفيس اي هذا اللي يكون in relation، هذا الثاني اللي يكون in relation with the diaphragm نسمينه diaphragmatic surface. اللي شلون يكون؟ يكون concave، مقعر to fit with the convexity of the diaphragm، يعني مقعر حتى يقعد بالتحدب مال diaphragm. بما انه هذا سميناه apex، هذا diaphragmatic surface ممكن نسمينه base of the lung، يعني ممكن نسمينه diaphragmatic surface، ممكن نسمينه base of the lung. In addition to that, the lung has medial surface. ما طلع باي الصورة، نطلعوا باي الصورة. هذا الميديال سيرفيس، هذا كله السيرفيس يكون ميديال. face what? face the mediastinum. المدياستينم قلنا هو البارتيشن الموجود between the two lungs and their pleurae. فهذا السيرفيس نسمينه mediastinal surface اللي يكون ايضا concave. يكون concave. حتى ايش ما حتى ينطي مجال البقية الستركتشرز الموجودة عندي بالميدياستينام. فاسع اللانج صابيها apex، this is the apex، costal surface، diaphragmatic surface او سمينا نوبيس، and mediastinal surface اللي يكون medially. اللانج in addition to that has three borders. border حوافي ما سطح، borders. هاي نشوفها أمامنا بالصورة، هاي نسميها anterior border، وهاي الثانية نسميها inferior border. والما طالع بهاي الصورة، هاي طبعا anterior border اللي مقابلها راح تصير posterior border. لاحظ anterior border شلون تكون؟ تكون sharp، حادة. inferior border أيضا تكون sharp، بينما posterior border لاحظوها بالصورة شلون تكون؟ تكون rounded in shape. rounded in shape. لاحظوا هاي النوتش الموجودة عندي بالليفت لانج، هاي النوتش اللي مأشر عندكم بالصورة cardiac notch، هاي موجودة بالليفت لانج. نحن نعرف الهارت موجود 1/3 to the right and 2/3 of the heart to the left، ولذا راح يصير عندي فد نوتش due to the presence of the heart نسميها cardiac notch. وهذا البارت، هاي البارت من هذا الـ upper lobe
اللي يصير انفيريرلي ويجي انتيريرلي طبعا يجي هون راح يستمر هون انتيريرلي تو ذا هارت اللي نسميه لينجولا، هذا لينجولا. فصار عندي بالليفت لانج عندي الكاردياك نوتش ديو تو ذا هارت، وعندي هذا البارت اوف ذا لانج من السوبيريال لوب اللي يصير انفيريرلي ويجي هاك يستمر انتيريرلي تو ذا هارت، يعني يجي هاك يستمر يصير انتيرير تو ذا هارت نسميه لينجولا. لينجولا يعني لسان، لينجولا هو اللسان. هل عندنا فروقات بين الليفت لانج والرايت لانج؟ نعم عندنا فروقات بين الليفت لانج والرايت لانج. طبعا اول فرق شوفوا الليفت لانج الرايت لانج، خلينا ناخذ الرايت لانج عشان تكون لارجر، الرايت لانج لارجر شورتر اند وايدر، لارجر شورتر اند وايدر ذان ذا ليفت لانج. شوفوا الليفت لانج شلوني والرايت لانج شلوني، الرايت لانج واضحه انه اكبر منه اوكي، وتكون شورتر وتكون وايدر. طبعا لارجر واضح السبب ليش لارجر، لان ذكرنا انه الهارت موجود موستلي تو ذا ليفت فكان اخذ حيز، فصارت الليفت لانج سمولر ذان ذا رايت لانج. الرايت لانج ليش شورتر؟ هون ايش عندي ستراكشر؟ اذا رجعت الدايفرام ايش راح يجيني ستراكشر بلو ذا دايفرام؟ الليفر. فديو تو ذا ماس اوف ذا ليفر راح الرايت لانج الصير عندي shorter than the left lung. لاحظوا ايضا هاي الخطوط، هذا خط موجود عندي بالليفت لانج بالرايت لانج الرسم عندي خطين ما صحيح، هذول يسميهم فيشرز، فيشرز نطلعها بالصورة الثانية ايضا موجودة عندي. شوفوا هذا الليفت لانج، الليفت لانج بيها فيشر واحد نسمينه اوبليك فيشر، هذا فيشر استمر كله هذا الاخير نسمينه اوبليك فيشر. ديفايد ذا ليفت لانج انتو تو لوبس نسميها ابر لوب لور لوب، او سميها سوبيريال لوب اند انفيريال لوب. هسه ليفت لانج صار عندي تو لوبس سوبيريال اند انفيريال، الديفيجن مالهم صار بهذا الفيشر اللي نسمينه اوبليك فيشر. لو نجي على الرايت لانج شوف صار عندي تو فيشرز، هذا فيشر اللي هو نفس الاوبليك اللي شفتونه بالصوره السابقه، ويجي هذا الاوبليك العفو اشرو بيدي، هذا هو الاوبليك فيشر، هذا من هوني كله هذا هو الاوبليك فيشر نفس الموجود عندي بالليفت لانج. ان اديشن تو ذات وي هاف انذر فيشر، هذا الفيشر الاضافي طلع عندي اللي نسمينه هوريزونتال فيشر. فصار عندي بالرايت لانج تو فيشرز، اوبليك فيشر اند هوريزونتال فيشر. سو ذا رايت لانج ديفايدد انتو سوبيريال لوب inferior lobe وبياناتي مش يجيني الميدل لوب. اوكي زين. طبعا بالنسبة للأوبليك فيشر، الأوبليك فيشر اللي موجود بالرايت وبالليفت لانجز، هذا الأوبليك فيشر يستمر opposite the spine of T3، يعني يجيهم posteriorly يصير opposite the spine of T3 وينتهي لي anteriorly، نصل للأنتيرير behind the six costochondral junction. بينما الهوريزونتال فيشر يستمر من الفورث كوستال كارتيليج انتيريرلي اند ميت ذا اوبليك فيشر، يلتقي مع الاوبليك فيشر ان ذا ميد اكزيلاري لاين. اوكي الروتس اوف ذا لانج، سألوني الطلاب ايش الفرق بين الروت اوف ذا لانج اند ذا هايلم. هاي المنطقة اللي يدخل ويخرج منها ستراكشرات باللانج، هاي المنطقة اللي منطقة دخول وخروج الستراكشرات، هاي نسميها هايلم اوف ذا لانج، قلت لكم بالعربي سرة. والستراكشرات هاي البندل اوف ستراكشرز، شوفوا هاي كل الستراكشرات اللي تدخل او تخرج على اللانج، هي هاي نسميها الروت اوف ذا لانج. فالروت اوف ذا لانج هي الستراكشرز اللي تدخل ثرو ذا هايلم، يعني انا اي ستراكشر يدخل او يخرج على اللانج يخرج او يدخل ثرو ذا هايلم، ما ممكن ارتري يدخل عندي من هالمنطقه او فين يخرج من هالمنطقه، ما ممكن اي في ارتري يدخل فين يخرج، برونكاس تدخل اوكي، لنفاتيك تخرج، نيرف يدخل، كل ما هذول منين يدخلون؟ يدخلون من هاي المنطقه اللي نسميها هايلم. وهذول الستراكشرات دخلوا وخرجوا ايش نسميهم؟ نسميهم الروت اوف ذا لانج. فهسه موضوعنا الروت اوف ذا لانج، من ايش يتكون عندي الروت اوف ذا لانج؟ اول ستراكشر موجود عندي بالروت اوف ذا لانج هي البرونكاس،
نرجع على الصورة، اخذها نقطة نقطة وارجع لكم على الصورة. عندي اول نقطة هي البرونكاس. This is the bronchus. هاي قناصمة صفراء، هاي هي البرونكاس. هاي بالنسبة للرايت لانج، شوفوا صارت بوستيريالي البرونكاس. لو رجعنا على الليفت لانج، هاي الليفت لانج، وين البرونكاس؟ هاي هي البرونكاس، ايضا صارت بوستيريالي the bronchus. فاول structure يعمل لي root of the lung هي البرونكاس. اوكي، ثاني ستراكشر البالمونري ارتري اند بالمونري فين. ان ايش لانج وي هاف وان بالمونري ارتري اند تو بالمونري فينز. بكل لانج عندنا وان بالمونري ارتري، هذا البالمونري ارتري. هسه يقول ليش رسموه ازرق؟ ما صح، احنا تعودنا نرسم الارتري احمر. واضح السبب انه يتكري دي اوكسجينيتد بلاد، يعني الارتري الوحيد الموجود بالبادي وكاري دي اوكسجينيتد بلاد هو البلمونري ارتري، وهذا الاخ الفين الوحيد الموجود عندي بالبادي وكاري اوكسجينيتد بلاد نسمينه بلمونري فين، ولهذا كان رسمهم ازرق واحمر، هي للتفريق، يقول هذا يعني اوكسجينيتد، هذا اوكسجينيتد، وهذا دي اوكسجينيتد. فانا نرجع لموضوعنا، قلنا بالروت اوف ذا لانج عندنا وان بلمونري ارتري، هذا البلمونري ارتري، اوكي، and two pulmonary veins. One pulmonary artery الأزرق and two pulmonary veins. هاي بالرايت لانج. نرجع على الليفت لانج، هذا one pulmonary artery. This is one pulmonary artery and two pulmonary veins. هاي structure آخر موجود عندي بالروت of the lung. Structure آخر موجود عندي بالروت of the lung. Lymph node and vessels. رقم ثلاثة عندي lymph node and vessels. راح نجي على lymphatic of the lung، بس هاي ستراكشر هو موجود، شوفوا هاي هاي النود كان اشره lymph node، يسموها هايلر lymph node او يسموها bronchopulmonary lymph nodes، موجودة ايضا عندي بالroot of the lung، نفس الحالة موجودة عندي بالright وموجودة عندي بالleft، هذولي bronchopulmonary node او هايلر group of lymph node. هايلر منين جت كلمة هايلر؟ من هايلم، هايلر group of lymph node. اوكي، ستراكشر اخر موجود عندي هو البرونكيال ارتري والبرونكيال فين. البرونكيال ارتري والبرونكيال فين، طبعا راح اشرح الكميه بعد شويه، بس اشرح الكميه. البرونكيال ارتري يكون سمول ارتري، يمكن صرت لك اوضح، هذا هوني عندنا برونكيال ارتري، هذا برونكيال ارتري، شوفوا عندي هوني برونكيال ارتري، زين، وهوني ايضا ما قدرقين ممكن اشهره برونكيال ارتري، برونكيال ارتري، برونكيال ارتري، برونكيال فينز. طبعا بالنسبة للبرونكيال ارتري والبرونكيال فينز، نحن نعرف اللنج قيصلة دي اوكسجينيتد بلاد، مو صحيح؟ يعني هذا الارتري شوفوا كان رسموه بالازرق، لان بالمونري ارتري كاري دي اوكسجينيتد بلاد تو ذا لنج، يصير بينه اوكسجينيشن وبعدين بالبالمونري فين يرجع على الهارت. زين، زين، واحد راح يسالني هاي اللانج قيصله دي اوكسجينيتد بلاد، زين هاي اللانج ما بيها برونكاي، بيها لمفاتيكس، بيها سوفت تيشوز، هاي كلها تحتاج اكسجين، منين راح يجي الاكسجين اذا كان البلاد قيصله هو دي اوكسجينيتد بلاد؟ اقول له عن طريق البرونكيال ارتريز، هاي البرونكيال ارتري تو سبلاي بلاد اوكسجين نيوترينت تو ذا سوفت تيشو اوف ذا لانج، لان اللانج قيصله دي اوكسجينيتد بلاد، فهذا هذا الاورجان الكبير ما يحتاج بلاد سبلاي، يجينه عن طريق البالمونري ارتري. بالنسبه للبالمونري ارتري بالليفت سايد، بهاي جهه الليفت عندي تو بالمونري ارتريز، تو بالمونري ارتريز. بجهه الرايت يصير عندي وان بالمونري ارتري. طبعا بالنسبه للبالمونري ارتري بجهه الليفت اللي هي قلنا تو ان نمبر، ذي ار برانش فروم ذا ثوراسيك اورتا. بجهه الرايت اللي عندنا وان برونكيال ارتري هو برانش فروم ذا ثيرد بوستيرير انتركوستال ارتري. بالنسبه للبرونكيال فينز اللي راح تاخذ دي اوكسجينيتد بلاد فروم ذا لانج تيشو نفسه، وين راح تنتهي هاي البرونكيال ارتري؟ تعرفنا عنده بالرايت سايد كان عندي فين موجود فقط بالرايت سايد، نسمينه ازايغاس فين، ازايغاس، ازايغاس كلمه لاتينيه تعني وحيد، يعني فين موجود بجهه واحده من البادي، ازايغاس فين يعني الفين الوحيد. فبالرايت سايد البرونكيال ارتري راح ينتهي بالازايغاس فين، بالليفت سايد ما عندي ازايغاس،
عندي اكسسوري هيمي ازايجاس. طبعا ما راح اطلع لكم صور عليه لان عندنا محاضره احنا على الازايجاس والهيمي ازايجاس. فبالنسبه للرايت برونكيال فين ينتهي عندي بالازايجاس فين، بالليفت سايد ينتهي عندي بالاكسسوري هيمي ازايجاس اور ات درين انتو سوبيريور انتركوستال فين. اخر ستراكشر موجود عندي بالروت اوف ذا لانج هي البولموناري بلكسس اوف نيرفز، نجيها ان شاء الله بنهايه المحاضره. فهذول الستراكشر يعملوا لي عندي الروت اوف ذا لانج هي البرونكاس، 1 بولموناري ارتري 2 بولموناري فينز، لامف نود اند فيسلز، برونكيال ارتري اند برونكيال فين، اند بولموناري بلكسس اوف نيرفز. موضوعنا اللي بعده هو عباره البرونكو بالموناري سيجمنتس. نحن تعرفنا اللانج الرايت لانج بها 3 لوبز والليفت لانج بها 2 لوبز. طبعا هاي اللوبز اوف ذا لانج راح تتقسم انتو برونكو بالموناري سيجمنتس. شوفوا هاي التريكيا، التريكيا وصلوا منطقه الكارينا، طاعتني رايت مين برونكاس وليفت مين برونكاس. كل برونكاس راح تنقسم، المين برونكاس تنقسم الى لوبر برونكاي. يعني بالرايت سايد كم لوب عندي؟ عندي 3، ف 3 لوبر برونكاي، هاي واحد وهاي اثنين وهاي ثلاثة. بالليفت سايد كم لوب عندي؟ عندي 2، فيصير عندي 2 لوبر برونكاي، هاي ابر وهاي لور، نسميه لوبر برونكاس بعدد اللوبس. نجي على اللوبر برونكاس، اللوبر برونكاس الانقسام الثاني مالته نسميه سيجمنتال برونكاس، هاي اللوبر هاي اللوبر، والانقسام الثاني ماله نسميه سيجمنتال برونكاس. طبعا هاي السيجمنتال برونكاس راح تستمر بالانقسام ماله، شوفوا هاي التريكيا هاي المين برونكاس وهاي اللوبر برونكاس، واللوبر برونكاس تبدي تنقسم وانقسام قسم صار سيجمنتال، بعدين انقسامات متعدده لما نصل للريسبيراتوري برونكيول، هذا الريسبيراتوري برونكيول اخير شيء الريسبيراتوري برونكيول، وبعدين راح يجين الفيولار ساك اند الفيولاي، انقسامات متعدده. طبعا بقيه الانقسامات راح تاخذوها بالهيستولوجي. نحن راح ناخذ المين برونكاس اخذناها زين، اللوبر برونكاس تعرفنا عليها انه تكون بعدد اللوبز، وبعد اللوبر برونكاس تنقسم انتو سيجمنتال برونكاي. بالاناتومي نقف لحد السيجمنتال برونكاي، ما بعد الانقسام بالسيجمنتال برونكاي تدرسون ان شاء الله موضوع الهيستولوجي. اوكي، فبالنسبه للوبز اوف ذا لانج ديفايدد انتو ا نمبر اوف برونكو بالموناري سيجمنتس، هاي السيجمنتال برونكاس تدخل على جزء من اللانج. اوكي، فهذا الجزء من اللانج نسميه برونكو بالموناري سيجمنت. طبعا بالنسبه للبرونكو بالموناري سيجمنت يصير شكله بيراميدال ان شيب، بيراميدال ان شيب with its apex directed toward the root of the lung، يعني toward the hilum apex ماله، واشغل ما نروح toward the periphery يتوسع، فيصير شكله بيراميدال. يعني بدا من هاي البرونكاس وهي بدت تنقسم تنقسم، فاشغل ما نروح على البريفري يعرض، فيصير شكله شلون يصير؟ بيراميدال ان شيب، الابيكس الدايركشن ماله توورد ذا روت اوف ذا لانج، والبيس ماله توورد ذا بيريفري اوف ذا لانج. ايتش سيجمنت، ايتش برونكو بالموناري سيجمنت هاز اتس اون، يعني يخصه هو الوحيد اللي يخصه، اتس اون سيجمنتال برونكاس، والارتري سبلاي ماله ايضا هو خاص بها. ايش استفدنا منها هاي؟ استفدنا منها بالسرجري. شوفوا هسه ثواني عندي هاي لانج بالنسبه لل هاي رايت لانج، راح نجي هسه على التقسيمات ماله، والليفت لانج هسه اشرح لكم تقسيماتها. هسه واحد يقول ايش استفدنا من هاي التقسيمات؟ اقول له استفدنا منها بالسرجري، بما انه هاي البرونكو بالموناري سيجمنت، هاي البرونكو بالموناري سيجمنت البرونكاس ماله هي الخاصه بها والارتري ماله هو الخاص بها، يعني اذا صار بها فد تيومر على سبيل المثال، صار بيشنت عنده تيومر بهالمنطقه، انا ممكن اشيل هذا الجزء من اللانج، ما اشيل اللانج كلته، مو صحيح؟ ما اثر على بقيه اللانج. ليش؟ لان كل سيجمنت هي البرونكاس مالته وبها الارتري مالته، فاذا شفتوا هاي الحمراء مثلا الزرقاء او هاي الخضراء ما راح تتاذى، لان كل وحده منهم قاعد يجيها برونكاس مالته وارتري مالته، هاي ايضا يجيها برونكاس مالته وارتري مالته، فاي وحده منهم اشيلهم، اي وحده هاي ممكن اشيلها اذا صار عندي تيومر هون بهالمنطقه هاي، فهاي ممكن اشيلها without affecting the rest of the lung. طبعا بالنسبه للبرونكو بالموناري سيجمنت، each lung divided into 10
برونكو بالمونري سيجمنت. واحد تلاحظون اكو كتب تختلف بهذا الرقم، نحن نمشي على اكثر الكتب تذكر عندي 10 برونكو بالمونري سيجمنت. فلاحظوا بالنسبه للرايت لانج قلنا بيها 3 لوبس، ابر لوب ميدل لوب اند لور لوب. الابر لوب of the right lung divided into three bronchopulmonary segments نسميها apical, anterior and posterior. The middle lobe بين two bronchopulmonary segments نسميها medial and lateral bronchopulmonary segments. The lower lobe بين five bronchopulmonary segments اللي ما واضحة بالصورة راح نسميها apical, anterior, posterior, medial, lateral. يصير المجموع خمسة: apical bronchopulmonary segment, anterior basal, posterior basal, medial basal and lateral basal bronchopulmonary segments. بالنسبة للليفت لانج اللي بيها two lobes، هذا الأبر لوب كله، هذا الأبر لوب اللي حد الفشر، وبعدين يجيني اللور لوب. بالنسبة للأبر لوب بينه five bronchopulmonary segments نسميه apical, anterior, posterior من جهة ثانية ما موجود apical, anterior, posterior، وعندنا هذه superior lingular و inferior lingular. من كلمة lingular قبل شوية قلت لكم اياها. فصار عندي بالأبر لوب apical, anterior, posterior طبعا من جهة اللخ، superior lingular, inferior lingular. اللور لوب نفس اللور لوب مع الرايت لانج، نفس التقسيم apical, anterior basal, posterior basal, medial basal, lateral basal. فهسه صار عندي بكل لانج صار عندي 10 bronchopulmonary segment. اتعرفنا على الفائدة مالتهم. هاي التقسيمات موجودة عندكم، شوفوا superior lobe بالرايت لانج، superior apical, posterior anterior. الميدل لوب بين اثنين lateral وميديال، الانفيريال لوب بينو اللي سميه superior او apical، ميديال basal, anterior basal, lateral basal, posterior basal. بالنسبة لليفت لانج قلنا بيها two lobes، الابر لوب apical, posterior, anterior, superior lingular, inferior lingular. الانفيريال لوب نفس الانفيريال لوب المذكور عندي بالرايت لانج نفس التقسيم. الموضوع اللي بعد هو اللمفاتيك درينج اوف ذا لانج، اختصرت لكم هو كثير بالمحاضره. طبعا اللمفاتيك فيسلز ترافل along the bronchi and the pulmonary vessels from the periphery of the lung، يعني من الخارج from the periphery of the lung toward the root of the lung، يعني اللف راح يمشي بهالاتجاه، من periphery يجي على الروت، من البريفري يجي عندي على الروت. طبعا هاي اللمفاتيك انتربتد وذ لارج نمبر اوف لمف نود، يعني الفيسلز ملحق معاها لارج نمبر اوف لمف نودز. لما نصل للهايلم تذكرون قبل شويه كان عندنا بالصوره هايلر جلوب اوف لمف نود موجود بالهايلم، فروم ذا هايلر جلوب اوف لمف نود تو ذا تريكيو برونكيال جلوب اوف لمف نود. هذا جلوب يسمونه تريكيو برونكيال رايت، ليفت تريكيو برونكيال، وهذا انفيرير تريكيو برونكيال جروب اوف لمف نود. ومن التريك وايضا الونج ذا تريكيا عندي بارا تريكيال جروب اوف لمف نود. كل هاي اللمفاتيك راح تتجمع عندي اللمفاتيك فيسلز، تتجمع يعملوا لي هذا الترانك، اي هذا الترانك، وهذا ايضا بهاي الصوره ايضا موجود عندي ترانك، هذا الترانك شوفونه نسمونه برونكو ميدياستينال ترانك، برونكو ميدياستينال ترانك. طبعا البرونكو ميدياستينال ترانك راح ينتهي عندي بالرايت سايد بالرايت لمفاتيك داكت اور تو ذا بريكوسيفاليك فين دايركتلي، بالليفت سايد عندي لمفاتيك داكت اور تو ذا بريكوسيفاليك فين دايركتلي. هاي الثوراسيك داكت ورايت لمفاتيك داكت راح نجيها بالمحاضرات اللاحقه ان شاء الله. هاي بالنسبه للمفاتيك درينج اوف ذا لانج مختصر جدا عندكم موجود بالمحاضره. بعد عندي النيرف سبلاي اوف ذا لانج، طبعا هي بالنسبه للنيرف سبلاي اوف ذا لانج راح يجيها سامبثيتيك وبارا سامبثيتيك، نسميهم اوتونوميك، شوفوا سامبثيتيك اند بارا سامبثيتيك اوتونوميك. هذول المصطلحين سامبثيتيك وبارا سامبثيتيك هي اوتونوميك نيرفس سيستم. الاوتونوميك نيرفس سيستم واحد راح يقول لي شنو فائدتهم، اقول له باللانج عندي سموث مصل،
سموث مصل. موجود عندي بالبلاد فيسل سموث مصل. موجود عندي ايضا تريكيانس مصل، ما صحيح اللي شفناه بالتريكيا وبالانقسامات مع البرونكاي ايضا راح تستمر عندي التريكيانس مصل اللي هي سموث مصل. فهذول يجي من انرفيشن باي اوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو سامبثيتيك وبارا سامبثيتيك. بالنسبه للسامبثيتيك والبارا سامبثيتيك واحد يشتغل عكس الاخ، يعني اذا واحد منهم يعمل كونتراكشن الثاني يعمل ريلاكسيشن. اوكي، فهذول اكو توازن بعملهم، البارا سامبثيتيك والسامبثيتيك اكو توازن بعملهم، بحيث اذا واحد عمل عندي مثلا كونتراكشن الاخ يعمل ريلاكسيشن، اكو توازن بالعمل. فلا احس عندي كونتراكشن ولا احس عندي ريلاكسيشن. هذا مختصر شنو هو السامبثيتيك والبارا سامبثيتيك لاول مره تمر عليكم. فقلنا بالروت اوف ذا لانج عندي البالمونري بلكسس، بالمونري بلكسس هاي كل النيرفز الموجوده عندي هي نسميها بالمونري بلكسس اللي بيها سامبثيتيك وبارا سامبثيتيك. طبعا بالنسبه للسامبثيتيك منين يجيها؟ من السامبثيتيك ترانك، هذا نسميه سامبثيتيك ترانك وهذا الاخر نسميه سامبثيتيك ترانك اللي ايضا راح ناخذه بالبوستيريور ميدياستينم، هذا ينطيها بارا سامبثيتيك. البارا سامبثيتيك منين يجيها؟ يجيها من الفيغاس نيرف، هذا هو الفيغاس نيرف، هذا رايت فيغاس نيرف وعندي الليفت فيغاس نيرف، ينطون برانش اللي هي بارا سامبثيتيك تو ذا بالمونري بلكسس. فهسه دخل على اللانج سامبثيتيك وبارا سامبثيتيك، واحد يعمل كونتراكشن الاخ يعمل ريلاكسيشن واكو توازن بعملهم. ها مختصر البالمونري بلكسس. زين الموضوع الاخر، هسه احنا تعرفنا على البلورا، تعرفنا على اللانج، تعرفنا على الاناتومي مالها بصوره مفصله. غدا بالمستقبل انا يجيني بيشنت يتمدد امامي بالكلينيكال، يتمدد على السرير، زين اللانج ماله حدوده من اي مكان لاي مكان، البلورا ماله ايضا حدوده من اي مكان لاي مكان، خمان ادش اروح للبيشنت، مو صحيح؟ انا لازم اعرف اللانج حدوده بالضبط من اي مكان لاي مكان تستمر عندي، وكذلك البلورا. وايضا راح يجيني الهارت ويجيني بعدين بالابدومين ليفر، يجيني كذا كذا استكشر. هذا الموضوع اللي اول مره يمر عليكم نسميه سيرفس اناتومي. سيرفس اناتومي، سيرفس اناتومي اشنو هو؟ نحن اشلون نحدد موقع الستراكشر فروم اوتسايد، يعني بيشنت ممدد امامي على السرير، اشلون انا ممكن احدد البوزيشن اوف ذا لانج ماله بالضبط، او ممكن احدد البوزيشن اوف ذا بلورا او اذر ستراكشر. خلينا ناخذ الهارت ايضا، راح ناخذ سيرفس اناتومي مالته. اوكي، فنيجي بالنسبه للرايت لانج. الرايت لانج الابيكس مالق انه بروجكت انتو ذا روت اوف ذا نيك اباوت 2.5 سنتيمترز above the clavicle. Then the anterior border run downward to become posterior to sternoclavicular joint. Reaching the midline, نستمر نوصل الى midline at the level of sternal angle of Lewis. Then it descend sharply downward till we reach the sternal junction. The inferior border of the lung meet the 6th rib in the midclavicular line. هذا midclavicular line، فتتقاطع بال 6th rib in midclavicular line، بال 8th rib in mid axillary line، وبال 10th rib near the vertebral column posteriorly. هاي inferior border of the lung. 6 8 10، ال 6 بال midclavicular line، ال 8 بال mid axillary line، وال 10 هي near the vertebral column. The posterior border مال lung ما طلع بالصورة، راح تستمر عندي من spine of C7 downward to T10 لين ما نصل T10. هسه لو هاي النقاط اللي ذكرتوها ناخذ نقطة 2.5 centimeters above the clavicle، نقطة behind the sternoclavicular joint، نوصلها بالميدلاين، نحط نقطة هوني على external angle بالميدلاين، نقطة نحطها على سيفي سترنال جنكشن، بعدين نجي على اللور بوردر، قلنا على نجي على الميد كلافيكولار لاين نحطها على 6 ريب، نجي على الميد اكزيلاري لاين نحطها على 8 ريب، وبعدين نصل بوستيريرلي نير دي فيرتيبرال كولوم نحط نقطة اللخ على 10 ريب. هاي نوصل هاي النقاط مع بعضهم راح ترسم عندي البوزيشن اوف ذا لانج. هاي بالنسبة للرايت لانج. الليفت لانج احس عندي اختلاف.
الليفت لانج اللي انت تذكرون كان عندي كاردياك نوتش، ما صحيح؟ فلاحظوا ايضا نفس الكلام، الابكس ماله 2.5 سنتيمترز، بعدين صارت بوستي تو ستيرنو كلافيكولار جوينت، وصلناها للميد لاين بيهايند ستيرنال انجل. لما نصل فورث كوستال كارتليج الديفيت لاترالي، شوفوا اللانج ديفيت لاترالي تو فورم ذا كاردياك نوتش، هاي النوتش اللي تكونت عندي سميناها كاردياك نوتش. بعدين الانفيرير بوردر راح تستمر عندي مثل الانفيرير بوردر مال رايت لانج ايضا 6-8-10. اوكي، هاي بالنسبه للسيرفس اناتومي اوف ذا رايت اند ليفت لانجز. بالنسبه للبلورا راح تختلف عندي، راح تختلف عندي شويه البلورا. الابيكس اوف ذا بلورا نفس الكلام ينطبق 2.5 سنتيمتر ابوف ذا الميدل ثيرد اوف ذا كلافيكل. بعدين ايضا صار عندي بوستيريور تو ستيرنو كلافيكولار جوينت، تصل ميد لاين posterior to the angle of Lewis، بعدين تستمر sharply downward للسيفيستيرنال جانكشن. شوفوا هون عندي فد مجال، هاي اللانج هاي نهاية اللانج، وهاي هي البلورا، هاي البلورا الكافيتي، هاي كلها بلورا الكافيتي. اوكي، فشوفوا الانفيرير بوردر اوف ذا بلورا، هاي قلنا تذكرون الارقام ذكرتوهم 6-8-10، هاي نزل 2 ريبس جوا 8-10-12، فالميد كلافيكول لاين تتقاطع مع الريب نمبر 8، بالميد اكزيلاري لاين مع الريب نمبر 10، ونير ذا فيرتبرال كولوم ريب نمبر 12. بالنسبه لليفت ايضا عندي اختلاف، نفس الكلام ينطبق، الابيكس بعدين صارت بوستيريور تو ستيرنو كلافيكولار جوينت، وصلناها للميد لاين بوستيريور تو ستيرنال انجل، بعدين نصل للفورث كوستال كارتليج، ايضا شوفوا البلورا ديفييت لاترالي مع الكاردياك نوتش. بس لاحظوا النوتش اللي تكونت عندي باللانج هي اكبر من النوتش تكونت عندي بالبلورا، هذا الفراغ هو البلورا الكافيتي هنا ايضا موجود عندي. زين، بعدين اللور بورد، اللور بوردر اوف ذا البلورا نفس الكلام ينطبق مثل ما حكينا عنه بالرايت، ايضا بالميد كلافيكولار لاين 8 ريب، ميد اكزيلاري لاين راح يصير عندي بال 10 ريب، وبوستيريرلي راح يصير نير ذا فيرتبرال كولون 4 سنتيمتر فروم ذا ميد لاين تقريبا ذا ليفل اوف ذا 12 ريب. هذا الموضوع نسميه سيرفيس اناتومي، هذا نستفاد منه انه اذا جانا بيشنت ممكن نحدد البوزيشن اوف ذا لانج، ممكن نحدد البوزيشن اوف ذا بلورا، بالمستقبل ممكن نحدد البوزيشن اوف اذر اورجانز، حتى اذا حطينا الاستيثوسكوب مالنا نعرف وين نحطها اكزاكتلي. ثانك يو فيري ماتش، المحاضره القادمه راح تكون ان شاء الله عن ميدياستينام. شكرا.